مذكرات دجاجة دكتور إسحاق موسى الحسيني مجانا مع القبس من مكتبة الوالد سيدود سيد هاشم السيد أحمد الرفاعي الوزير والنائب الشيخ الطريقة الرفاعية الصوفية. إي والله الفلوس وسخ. أقتبس من كلامه يقول هو هني لم أوفق بعد تخليص ذات الوجه القريب إلى تنفيذ ما عزمته عليه، يعني كله هو حكاوي بسبب اشتغالي بتربية ذات الأجنة، فقد عرفت السبيل إلى إرضائها وظفرت بثقتها قد أظهرت في بدء الأمر كله، يعني توري أو اقتباس يعني يقول قصة باسم شيء، في بدء الأمر ذعلًا من ذات الوجه الغريب وما فتأت عالجه إلى أن رضيت عنها واطمأنت إليها، وما أعرف أن عيني حست النوم لفرط تفكيري بتلك الأسرة البائسة، وكيف لعيني مخلوق أن تغمض في الوجود أسرة تعاني البؤس والشقاوة وتبلو الفساد والشر، إن قلبي لا يتصدع حين أفكر بأن فريقا من الخلق تضرع جوعا وتلحين هالغزة الله يعيننا وياهم. اليوم 15/5/2024 الموافق 7 ذي القعدة 1445 الأربعاء، تلك الزوجة أحسبها كملت بعدما وقعت في أسرة الحب والائتلاف، وعندما منيت به نفسي مستقبل سعيد بخروج إلى جنة إلينا، وكولت أن أدفع العرق عيني بانتحال المعاذير وضرب الفروض، وكم قدمت هيك أبكى لم تسمعني وما سمعت وأبكى لم تصدق.